نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه القراءة اليومية لأبرز منشطات الصحافة وأهم الموضوعات التي تناولتها محليا وعالميا. ضيفنا لهذا اليوم للتعليق والتحليل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جاسم الشمري، كما يرافقنا في هذه الحلقة أيضا رسام الكاريكاتير محمد ثلاب. أرحب بضيفي الكريمين. مشاهدينا نبقى الآن مع أبرز ما تناولته الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. أمير قطر يزور البلاد اليوم، عنوان يتصدر الصحيفة الرئيسية لجريدة السياسة، ونقرأ فيه: يصل إلى البلاد اليوم أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية إلى البلاد يجري خلالها مباحثات مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. أستاذ جسم، أرحب بك معنا في هذه الحلقة. أهلا بك. وفيما يتعلق بهذا الخبر، أهم الملفات التي سيتم النقاش فيها ما بين سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وسمو حضرة صاحب السمو أمير البلاد. نعم، بطبيعة الحال هذه الزيارة ستستعرض جهود الوساطة الكويتية لمعالجة ملف الأزمة الخليجية. هذا بالتأكيد ما وصلت إليه من معالجات، من خطوات، من رؤى وأفكار تصب في مجملها في صالح وحدة الكيان الخليجي وتدعيم أركانه. طبعا وحدة الكيان الخليجي وتدعيم أركانه هو الشاق اللي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال الفترة الماضية كان دائما يركز على ضرورة رص الصفوف، على ضرورة معالجة الأزمات والاختلافات والخلافات. هو يؤمن بوحدة الخليج، وبالتالي يؤمن بأن من مصلحة الخليج البقاء متماسك وموحد. وبالتالي في تصوري أن لقاء الزعيمين سيكون في مجمله استعراض لمعالجة ملف الأزمة الخليجية، إضافة في تصوري الخاص إضافة إلى أن هناك امتنان وشكر من قطر للموقف الكويتي المتوازن في معالجة هذه الأزمة. وبالتالي يعني أتصور أنه سيحمل في طياته امتنان وثناء وشكر لموقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد. نعم. في خبر آخر وتحت عنوان مجموعتان نيابيتان تلتقيان سمو الأمير، نقلت القبس عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إعلانه أن مجموعتين نيابيتين ستشرفان اليوم الاثنين بلقاء أو ستتشرفان اليوم الاثنين بلقاء سمو الأمير بناء على طلب من النواب، وأنه سيكون حاضرا في اللقاءين، مؤكدا أن أي لقاء من سمو الأمير لن يكون فيه إلا كل الخير والبركة. في نفس السياق قالت صحيفة النهار أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كشف أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجهه إلى أن يبلغ النواب بضرورة عدم نقل أي شيء من المقام السامي دون إذن مكتوب من الديوان الإمري، معلنا في الوقت ذاته أنه ومجموعتان نيابيتان سيتشرفون اليوم بلقاء سموه بطلب من النواب. وقال في تصريح إلى الصحفيين: وجهني صاحب السمو إلى أن أبلغ النواب بضرورة تحري الدقة وعدم نقل أي شيء عن المقام السامي لسموه التزاما بالقانون وبديهيات العمل البرلماني. فيما يتعلق بهذا الخبر، إذن رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتبليغ النواب بضرورة عدم نقل أي شيء عن المقام السامي دون إذن مكتوب من الديوان إلا بإذن مكتوب من الديوان الأميري. كيف نفهم هذه الرسالة؟ الثابت من استغراء نص المادة 20 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر أن المشرع جرم نقل أقوال عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه دون إذن مكتوب من الديوان الأميري. وبالتالي نفهم هذه الرسالة في 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 إطار التسامح الذي يتصف به حضرة صاحب السمو، من منطلق إيصال رسالة للسياسيين أن حدود الخطاب السياسي وسقف الخطاب السياسي يقف عند انتقاد الحكومة وتجاوزات الحكومة، تصويب عمل الحكومة ومراقبة الحكومة دون الخوض في أمور أعلى من هذا السقف. وبالتالي كما قلت في إطار التسامح الذي عرف عنه عن صاحب السمو وصلت هذه الرسالة بحبية بعطف أبوي بديل عن أن تحريك الدعاوى القضائية ضد النواب أو ضد السياسيين الذين انتهجوا هذا النهج.
وبالتالي أتصور أن الرسالة المراد توصيلها أنه لا يجب أن يخوض السياسيون بأقوال تنسب إلى رمز الدولة، لأن هذه الأقوال قد تصب في غير صالح البلد وغير صالح المجتمع إن نقلت بشكل خاطئ ودون إذن من الديوان الأميري. نعم. نعم. في خبر آخر مثير للاهتمام في صحيفة الراي، دراسة إلغاء جسر المنقف والاستعادة عنه بدوار، وفي التفاصيل تناقش لجنة التحقيق في أزمة الأمطار البرلمانية اليوم عددا من الموضوعات المتعلقة بأزمة عدم الاستعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة للتصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليه من أثار. وذكرت المصادر أن اللجنة ستقوم برفع تقرير شاملا يعالج المشكلة ويضع حلولا مستقبلية لتجنب تكرار مثل هذه الأمور، محملة كل شخص كان طرفا في الكارثة المسؤولية. إذن التقرير الذي ستخرج به لجنة التحقيق كيف ستطبق نتائجه بالفعل على أرض الواقع؟ نعم، في تصور أنه إذا لم يفعل الجانب الرقابي بشكل حازم وجاد فإن المشاكل ستظل موجودة متراكمة متكررة. جسر المنقف أقرق مرتين، وبالتالي لأن في المرة الأولى لم يكن هناك محاسبة تعرض الجسر للقرق للمرة الثانية. الحزم والقوة هنا أن يحال الملف بشكل متكامل بالدلائل بالإثباتات بالقرائن بكل ما يتطلب إدانة مسؤول أو إدانة قيادي أو إدانة مهندس أو إدانة الشركات المنفذة أو المخططة أيضا إلى النيابة العامة، وليس كما فعل في مرة سابقة هو من باب رفع العتب بإحالة الملف إلى النيابة والنيابة تحقق في جرائم مبهمة وبالتالي يحفظ الملف. إذا استمر هذا النهج فإن الأمور لن تتجه إلى ما تريده الحكومة أو إلى ما تعلنه الحكومة مرارا بأنها تكافح الفساد والمفسدين وتريد الإصلاح وكذا، إن لم يفعل الجانب الرقابي. وأيضا على الجانب البرلماني أيضا هناك مسؤولية أخرى هي مراقبة الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه، إن لم تتابع الإجراءات الحكومية فأظن أنه كما نقول لا طبنا ولا غدا الشر. نعم. في خبر آخر من صحيفة الأنباء أبرزت في عنوان رئيسي قول مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب أن الكويت استقطب 800 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2018، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات يعد الأكبر على مستوى دول الخليج. نختم قراءتنا لعناوين الصحف المحلية من هذا العنوان بجريدة الجريدة، المصارف تضخم أرصدة العملاء مسؤولية وحدة التحريات المالية، ردا على ما تداولته الصحف المحلية بشأن تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك. أكد اتحاد مصارف الكويت أن البنوك تتعامل وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون بإبلاغ وحدة التحريات المالية عنها بوصفها المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات عما يشتبه أن يكون متحصل من جريمة أو له علاقة بها، حيث تقوم بتحليل هذه المعلومات ثم تحيلها إلى النيابة. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. سأقاتل من أجل بريطانيا في بروكسل، عنوان مقال لرئيسة الوزراء البريطانية في أعمدة التلغراف البريطانية تيريزا ماي استبعدت إمكانية تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما اقترح العديد من السياسيين في الأيام الأخيرة. فيما يتعلق بأزمة البريكسل أستاذ جاسم، يعني تيريزا ماي مصممة على خروج من الاتحاد الأوروبي في 29 من الشهر القادم. مجلس العموم البريطاني الآن وافق على موضوع إعادة المفاوضات فيما يتعلق بالحدود الإيرلندية، وأيضا ستتجه تيريزا ماي إلى بروكسل مرة أخرى بخطة بديلة عن الخطة الأولى التي تم رفضها. الآن ما هي السيناريوهات المفتوحة أمام تيريزا ماي في حال عدم الموافقة؟ نعم، في تصوري أن عدم الموافقة غير وارد بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ما يحدث الآن هو نوع من
الشد والجذب بين طرفين قويين يمتلكان في يعني يمتلكان الاثنين اوراق اللعبه او جزء من اوراق اللعبه في ايديهم. تريزا ماي ليست طرف ضعيف او بريطانيا ليست طرف ضعيف في مواجهه الاتحاد الاوروبي، ايضا هي تملك مقومات قوه تتمثل في انها يعني تقريبا الشريك الاساسي التجاري للاتحاد الاوروبي 50% من حصة الناتج الإجمالي القومي، أيضا هي يعني لن تكون الخاسر الوحيد في مسألة خروجها من الاتحاد الأوروبي. إن خسرت 3% من ناتجها الإجمالي فإن الاتحاد الأوروبي أيضا حسب المؤشرات سيخسر نصف هذه القيمة 1.5 تقريبا بالمئة من الناتج الإجمالي بهذا الخروج، وبالتالي الطرفين يهمهما تماما الوصول إلى اتفاق واضح المعالم مرضي للطرفين يؤسس لعلاقة تجارية تحفظ هذا التوازن في المعادلة. الأمر المهم أيضا أنه الاتحاد الأوروبي يشغله أيضا موضوع المواطنين في بريطانيا، عدد كبير من المواطنين الأوروبيين موجودين في بريطانيا بأعمال باستقرار بكذا، وبالتالي أيضا هذا يشكل عامل ضغط على الاتحاد الأوروبي لبدء مفاوضات جديدة تأخذ بالحسبان هؤلاء المواطنين. الحدود الإيرلندية بين الجنوب والشمال أمر حيوي ومهم لبريطانيا، لأنه في تصوري هي من المشكلات الرئيسية التي تعاني المشكلات الرئيسية الزمان. خاصة أن إيرلندا الشمالية عاشت صراع مسلح لمدة أكثر من 30 عام، وبالتالي اتفاقية الجمعة العظيمة يهم الطرفين إيرلندا وبريطانيا الحفاظ عليه، وبالتالي أتصور أن البقاء على حدود مفتوحة أو على شكل من أشكال التبادل التجاري أو انتقال السلع بين الطرفين بقيم مخفضة مناسبة للطرفين، أتصور أن الاتحاد الأوروبي لن يعارض. الآن هو متشدد في مسألة معاودة الاتفاق، لكن أتصور أنه خلال الشهر أو خلال الأسبوعين المقبلين سيعاود بحث المفاوضات من جديد. بريطانيا لا تريد أن تكسر ما قررته مسبقا حتى لا تخلق أعراف لديها، لأنها هي دولة الأعراف تحديدا، هي حددت يوم 29 مارس للخروج، وبالتالي إن كسر هذا الموعد بالتالي هي تخلق أعراف سياسية جديدة، هي لا تريد خلق الأعراف لأن بريطانيا دولة ملتزمة بأعرافها وبقراراتها، وبالتالي في تصور أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيخرجان في غضون أسبوعين إلى شهر من الآن باتفاقية مرضية للطرفين. نعم. في خبر آخر من لوموند، الفرنسية تفتح أوراق الأزمة في فنزويلا وتلفت باريس، طلبت مادورو بالإعلان عن الانتخابات الرئاسية وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة رئيسا لفنزويلا. لوموند تشير إلى انتهاء المهلة التي أصدرتها عدة دول أوروبية في حين يتصاعد التوتر بين أنصار الحكومة والمعارضة في كاراكاس فيما يتعلق بالأزمة الفنزويلية. البرلمان الأوروبي اعترف بزعيم المعارضة بأنه رئيسا لفنزويلا، وأيضا يعني هدد الاتحاد الأوروبي أيضا هدد بالاعتراف أيضا بزعيم المعارضة في حال أن مادورو لم يعلن عن انتخابات مبكرة في وقت قريب وانتهت المهلة بشكل أو بآخر. بالأمس فيدريكا موغرينا قالت بأن سيتم اجتماع بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الإكوادور من أجل الخروج بالأزمة الفنزويلية بشكل سلمي، فبالتالي يعني تغيرت اللهجة، إضافة إلى أن يعني قبل ساعات قليلة كان الرئيس دونالد ترامب يهدد بحل عسكري في فنزويلا. كيف يعني نفسر تغيير اللهجة من فيدريكا موغريني؟ العنوان الأبرز لأزمة فنزويلا هو انهيار الاقتصاد، هذا اللافت المهم. المفارقة في الموضوع وجهة نظري أن الزعيمين على حق، المعارضة والزعيم الحالي ما تدور. الزعيم الحالي وكتلته السياسية يعلي من شأن القرار السيادي الوطني، هذا شيء إيجابي، ولكن في ظل معطيات انهيار الاقتصاد يصبح الطرف الآخر على حق في مسألة
إيجاد بديل مناسب متوائم أو متناغم مع محيطه الجيوسياسي أو الجغرافي السياسي، وبالتالي الحصول على قروض أو على فرص استثمارية على دعم مالي، هذا يمثله زعيم المعارضة غوايدو. وبالتالي في تصوري أن ما يمكن أن يخلص إليه المجال أن القرار أو الحل سيكون بيد الجيش. إن استمر الوضع على ما هو عليه سيكون الجيش مطالب بالتدخل لحقن الدماء، لعدم الدخول في صراع يعني صراع دموي بين المعسكرين. وبالتالي في تصوري أن الأقل في المرحلة المقبلة سيكون هناك حل عسكري لصالح انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يتولى مسؤولية الجيش وليس المعارضة وليست القوة السياسية الحاكمة حاليا المتمثلة بماتادور. فبالتالي يعني أن الجيش هو سيكون الحد الفاصل في الأزمة هو الفيصل الفزولية. نعم هو الفيصل في الموضوع. نعم نعم. في خبر آخر من صحيفة الأسواق البلجيكية، هذا الخبر: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوي الحاجز الذي يفصلها عن قطاع غزة. سينضم الحاجز إلى حائط محصن في البحر لمنع التوغل إلى إسرائيل من غزة عبر البحر الأبيض المتوسط. تعلق الأسواق الحاجز بارتفاع 6 أمتار يمتد على مسافة 65 كيلومترا. تلفت صحيفة الأسواق التي تذكر بأنه منذ ما يقرب من عام يظهر الفلسطينيون في غزة على طول السياج الذي يفصلهم عن إسرائيل احتجاجا عن الحصار الإسرائيلي الصارم الذي خنق الجيب لأكثر من عقد من الزمن، وكما يطالبون بالحق في العودة إلى الأراضي التي غادروها أو طردوا منها منذ عام 1948. فيما يتعلق بهذا الخبر، إذن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوي الحاجز الذي يفصلها عن قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن أبعاد هذا القرار وإلى أي مدى سيؤثر على أهالي غزة الذين يعانون من حصار كما تحدث الخبر منذ أكثر من عقد من الزمن. بطبيعة الحال سيتفاقم الوضع المأساوي في قطاع غزة، ولكن هنا يجب أن نلفت لأن الكيان الصهيوني متورط تماما في التعامل في مع قطاع غزة. هو أصبح بمثابة تعظم في بلعوم الكيان الصهيوني، لن يستطيع ابتلاعه ولا يستطيع قذفه للخارج. الحصار لم يفت في عضل المقاومة طيلة السنوات الماضية، لم التجويع لم يجدي نفعا مع هذا الشعب المناضل القوي، وبالتالي فإن مزيد من التضييق والخناق لن يثمر إلا مزيد من المقاومة وعدم شعور الجوار الغزاوي المحيط اللي هو الكيان الصهيوني بالأمان. وبالتالي فإن المعادلة إن كانت سابقا الأرض مقابل السلام، فإن المعادلة في قطاع غزة في تصور هو الأمن مقابل الأمان. نعم. في خبر آخر من صحيفة الجمهورية اللبنانية نقرأ: ترامب: نريد إبقاء قواتنا في العراق لمراقبة إيران. تحت هذا العنوان تكتب الصحيفة اللبنانية: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المهم الإبقاء على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة القدس الفلسطينية بعنوان: شعبنا وقضيتنا في خطر حقيقي. تحت هذا العنوان تكتب القدس التقرير النصف الشهري الذي أصدرته أوتشا حول انتهاكات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي في غالبيتها ترتقي إلى جرائم حرب، خاصة قتل الأطفال وقطع الأشجار والهجمات التي يشنها المستوطنون على القرى والبلدات الفلسطينية وغيرها من الاعتداءات تدلل
بصورة واضحة وجلية أن هذه الاعتداءات والانتهاكات في تصاعد مستمر، وأن سهولة إطلاق جنود الاحتلال والمستوطنين النار القاتل على المواطنين يعني أن هناك أوامر عليا بذلك لإيقاع أكبر الخسائر في الجانب الفلسطيني، خاصة في عدد الشهداء والجرحى. الانقسام الفلسطيني البغيض يساعد دولة الاحتلال على مواصلة تنفيذ مخططاتها التصفوية وانتهاكاتها لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية، وتستغل ذلك بل وتعمل على تعميق هذا الانقسام بمنع إقامة دولة فلسطينية، كما أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي إن شعبنا وقضيتنا في خطر حقيقي، ومن الواجب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية، ففلسطين يجب أن تكون فوق الجميع، تكتب صحيفة القدس. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. نعود لرسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب للتعليق على كاريكاتير اليوم. أهلا مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم مثل ما نشوف عن الدستور الكويتي، وهو مثل الخيمة سويتها، مثل الخيمة اللي يستظل فيها المواطنين والوافدين وغيره ومن والمقيمين في الكويت، فإن مثل الخيمة اللي تستظل فيها يستظل فيها الشعب الكويتي لحمايته من المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا اللي احنا نتمنى أن يكون في يعني تطبيق كامل لقوانين الدستور الكويتي وما أحكامه. نعم أستاذ جسم، إذا كان لديك أي تعليق. نعم، في تصوري أنها لفتة جميلة من زميل محمد ثلاب في قراءة الرسالة السامية لصاحب السمو للنواب في مسألة الالتزام بأحكام الدستور، في مسألة عدم نقل أقوال عنه إلا بإذن مكتوب. الدستور الكويتي هو مظلة الجميع، الخروج عن هذا الدستور هو خروج عن الإجماع وكسر لقواعد المجتمع، وبالتالي تعريضه للخطر. قراءة جميلة للواقع. نعم، إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير عن الدستور الكويتي وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جاسم الشمري ورسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب، وأشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.